السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا يونت جديد هو يونت 6 صفحة 50. عندنا بلسن 1، اليوم راح ناخذ لكم لسن 1 من صفحة 50. قلنا يونت 6 هذا اليونت جديد، هذا اليونت راح يحكي لنا عن أعضاء الجسم، يعني مثلا أعضاء جسمنا مثلا العين، الأنف، الأذان. فراح يتكلم لنا على مثلا الأنف بالإنجليزي راح نتعلمه شنو، العين بالإنجليزي راح نتعلمه شنو. فأول كلمة اليوم راح نتعلمها هي my body. my body my body my body my body يعني جسدي. my body my body كرروها وراي، قولوا my body my body my body my body. نجي على my ears. my ears يعني اذني. my ears my ears my body my ears my ears اذني. my ears my ears هسه الاذن بالانجليزي شو نقول؟ نقول my ears. كرروها وراي، قولوا my ears my ears my body my body my ears my ears my ears my body my ears my ears my body my body my body my ears. فهسه my body يعني جسدي، my ears يعني شنو؟ يعني اذني. نجي على listen to. listen to صفحة 51 راح نجي هم راح نتعلم، راح نجي على اخذنا جسدي واخذنا انفي، راح نجي ناخذ شنو؟ اخذنا اذني واخذنا جسدي، راح نجي ناخذ انفي. شوف هاي هنا البنية حاطة اصبعها على وين، هنا حاطة اصبعها على انفها. فش راح نقول؟ راح نقول my nose my nose، تتأشر على انفها وتقول my nose انفي. my nose my nose هاي البنية تتأشر على انفها تقول my nose انفي، مأشرة على انفها وتقول my nose. my nose يعني شنو؟ يعني انفي. my nose كرروها وراي، يقولوا my nose my nose my nose. الولد مأشر هنا على عينه فدا يقول عيناي. my eyes my eyes my eyes my eyes my eyes عيني عيناي. my eyes عيناي my eyes. my nose my nose انفي. my eyes عيناي. فرح نقول my body جسدي. my ears my ears اذني. my nose my nose انفي. my eyes my eyes عيني. my eyes my eyes. يلا كررها ورا، يقولوا my body جسدي و my ears اذني و my nose انفي. my eyes عيني. my nose انفي my eyes عيني. my nose my nose my eyes my eyes my nose my eyes my nose my eyes. يلا نرجع نكرر، نقول my body my body my ears my body my ears my nose my nose my eyes my eyes.